ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري التي تقام تحت عنوان ويستمر الإبداع، أقامت مديرية ثقافة طرطوس ملتقى مجيب داود الثاني للفن التشكيلي في المركز الثقافي بالمدينة. ملتقى مجيب داود الثاني عاملينه تكريم للفنان الراحل مجيب داود ولإثبات وجود الفن التشكيلي السوري. وطبعا هيدا الملتقى هو مدته 3 أيام، خلالها 3 أيام بيتضمن فعاليات وورش رسم متنوعة. الفنانين التشكيليين دائما يحسون بتقدير لذواتهم من خلال الأعمال الفنية والإبداعية التي ينتجونها. من هنا جاءت فكرة ملتقى مجيب داود للفن التشكيلي للعام الثاني على التوالي. وتضمن الملتقى افتتاح عدة معارض فنية وورشات رسم وأعمال نحتية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين. أنا مشارك اليوم بتمثالين طبعا، واحد بيمثل بحيرة البجع والثاني بيمثل طائر الفينيق من خشب الزيتون. طائر الفينيق عندما ينهض من تحت الرماد، وفي مشارك بشيء جديد هو عبارة عن تشكيل الجلد، يعني هذا شيء جديد دخيل على الفن جديد. ويستمر الإبداع مثل ما شايفين هاي العشقة والضجة والزحمة ضمن هالمعرض، اللوحات والمنحوتات. سوريا باقي قوية وما زالت قوية ضمن هاي الحرب الكونية، وما زالت سوريا هي قوية، رسالتي دائما رسالة حب ومحبة. قدر المستطاع نخلي نوعا ما الحياة ترجع طبيعية، نحس فيها أنها طبيعية، وقدر المستطاع أنه كل حدا يوصل فكرة تبعيته. يعني أنا هوني اللوحات تبعيتي بتحكي عن المرأة وعن دورة بالمجتمع وعن دورة بكافة المجالات. يعني يأتي هذا الملتقى تكريما للفنان الراحل مجيب داود باعتباره قامة فنية تركت أثرا كبيرا في الثقافة السورية ورسالة وجود للفن والفنان السوري. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.